تحديدا خلال شهر رمضان المبارك. بتفاصيل أكثر أرحب بانضمام الأستاذ نادر برعوش مدير دائرة الصحة البيئية في وزارة الصحة. يسعد صباحك أستاذ نادر. صباحكم وصباح المشاهدين. يسعد صباحك أستاذ نادر، رمضان كريم وكل عام وأنت بخير. يعني في البداية نعلم جميعا أن وزارة الصحة تبذل جهد كبير قبيل شهر رمضان وأيضا خلال الشهر للرقابة على الأسواق، على الدواجن واللحوم الفاسدة. هناك خطة تقوم وزارة الصحة الفلسطينية بوضعها، خلينا نتحدث عن إجراءاتكم في هذا الشهر. استصباحكم كل عام أنتم بخير بحلول شهر رمضان المبارك. وزارة الصحة من أهم أولوياتها اللي هي السلامة الغذائية، ومعناها أنه تأكد من سلامة وصلاحية المواد الغذائية الواصلة للمستهلكين، سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة. على مجال المنتج محليا احنا بنقوم بالرقابه على اماكن اعدادها وتحضيرها في المسالخ في المصانع، والتاكد من مدى تطبيق الشروط الصحيه والبيئيه المطلوبه لكل ماده غذائيه. كمان نقوم بالتاكد من اليه النقل لهي المواد حتى وصولها الى رفوف للمستهلكين، وبالاضافه بالتاكد من شروط الصحيه لتخزين هاي المواد الغذائيه في المستودعات، وكذلك نقوم بعملية سحب عينات من هاي المنتجات الغذائية وإرسالها إلى المختبر المختبرات الصحة المركزي لإجراء الفحوصات المخبرية المطلوبة البيولوجية الكيماوية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها. أما على الصعيد المواد الغذائية المستوردة إلى السوق الفلسطيني، إحنا بنقوم في وزارة الصحة بإجراءين. الإجراء الأول نقوم بإصدار شهادات الاستيراد للمستوردين للتأكد من مدى مطابقة هاي المنتجات اللي بدهم يستوردوها للتعليمات الفنية والشروط المطلوبة في السوق الفلسطيني، ومن ثم التأكد من المخازن التي سيتم تخزين في هاي المنتجات فيها وسحب عينات منها للتأكد من مطابقتها للشروط الفلسطينية والتعليمات الفنية الفلسطينية السوق الفلسطيني. نعم. السؤال اللي بيطرح نفسه واللي بتبادر أكيد للعديد من المواطنين، فعليا كيف عم بتقيم السوق الفلسطيني اليوم؟ مدى الالتزام، مدى طبعا موائمة كافة السلع مع المواصفات والمقاييس المعدة والمتفق عليها وأيضا المثبتة ضمن عمل سواء وزارة الصحة وزارة الاقتصاد أو مؤسسة المواصفات والمقاييس؟ هناك عدة وزارات تكون في هذا المجال، من مع وزارة الصحة هي مثل وزارة الاقتصاد الوطني والمؤسسة والمواصفات والمقاييس اتضاع الشروط الصحية. المنتج الفلسطيني يلتزم بالتعليمات الفنية الإلزامية والمواصفات الفلسطينية لجميع المنتجات التي ينتجها وتدخل إلى السوق الفلسطيني. إحنا بنقوم كجهات رقابية بالتأكد من مدى تطبيق هاي الشروط وسحب مثل كما ذكرت وسحب عينات منها وإرسالها إلى المختبر. كما كذلك هناك عدة أنواع من الإجراءات اللي بنقوم فيها اللي هي الشروط الصحية في داخل المؤسسات والمراكز اللي لازم تكون تتوفر موجودة فيها. طبعا وكمان احنا بنقوم في الاسواق الفلسطينيه المنتشره، في عندنا حوالي 120 مفتش صحه، في عندنا 14 دائره صحه بيئه في المحافظات المختلفه. هاي بتكون بجولات يوميه او روتينيه. في خلال شهر رمضان المبارك احنا بنضعف هاي عمليه الرقابه على الاسواق الفلسطينيه، قمنا باجراء جولات مسائيه وجولات صباحيه على هاي المنتجات للتأكد من مدى تطبيقها للشروط الصحية. نعم. جيد. يعني أيضا أستاذ نادر من المهم أن نتحدث عن وزارة الصحة، دورها لا يقتصر فقط على الرقابة على التجار أو على المحل التجارية، أيضا توعية المواطن. المواطن أيضا هو جزء مهم من هذه العملية، من التأكد من صحة وسلامة المنتوجات التي سوف يتناولها. خلينا نتحدث عن دوركم في هذا المجال. طبعا دور وزارة الصحة في التوعية عن المواد الغذائية دور أصيل، وبكون هي يعني منفردة في هذا الدور. طبعا احنا بنقوم بعملية توعية المواطنين كيف قراءة التاريخ الإنتاج والإنتهاء للمنتجات الموجودة في الأسواق الفلسطينية. كمان بنوعيهم انه ما يتناولوا اي مادة غذائية غير معروفة المصدر لديهم. كمان اي خلل ممكن يشكوا فيه انه هاي في المنتوج ممكن يتواصلوا مع طواقم وزارة الصحة الفلسطينية المنتشرة في المحافظات المختلفة، وحيث يقوموا بعمل الإجراء اللازم. كذلك في عملية التوعية احنا بنوزع نشرات يومية
وبرامج يومية لتوعية المواطنين على آلية التعامل مع هذه المواد الغذائية وكيف التأكد من مدى ملائمتها للشروط الصحية المطلوبة في السوق الفلسطيني. نعم، طيب نتحدث عن أو أعود إلى الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة الصحة. فعليا هل تصل هذه الطواقم لكافة المناطق أم هناك تفضيل لمناطق على أخرى؟ لأنه هذا جزء مهم جدا ويتبادر للذهن لدى المواطنين، لأنه هذا يتعلق أيضا أستاذ نادر بآلية تقديم الشكاوى من خلال المواطنين إن وجد أي سلع أو طبعا في السوق غير موائمة وغير صالحة للاستخدام. طبعا سؤال جيد. إحنا في مثل ما ذكرت في البداية إنه إحنا عندنا جولات روتينية على جميع السوق الفلسطيني. هاي جولات بتكون بناء على خطة نضعها كل يوم للمفتشين الصحة بحيث ينتشروا في بس المدن حتى في القرى الفلسطينية في جميع الأماكن اللي ممكن تتواجد هاي السلع الفلسطينية. إحنا بنكون مثل ما قلنا لكم بالتفتيش على جميع المحلات، على السوبر ماركتات، على المطاعم، على أماكن إعدادها سواء في القرى أو حتى في المدن الفلسطينية. وعملية الرقابة تبعتنا تبدأ من عملية تطبيق مدى تطبيق الشروط الصحية والبيئية لهذه المحلات، وكمان سحب العينات، وكمان تأكيد على تخزين هذه المواد الغذائية في الرف في السوق الفلسطيني من حيث تاريخ الإنتاج والانتهاء، قوام المادة الغذائية، و إنه هاي المادة الغذائية آمنة ولا غير آمنة. نعم. يعني أيضا أستاذ نادر نحن نتابع على صفحة فيسبوك لوزارة الصحة، دائما هناك العديد من الإرشادات والتعليمات، وأيضا نتحدث عن دوركم مع وزارة الاقتصاد حماية المستهلك وكذلك وزارة الزراعة. هذا العمل يحتاج إلى تشاركية، يعني هو عمل تشاركي من أجل الوصول لأفضل المنتجات والخدمات التي تقدم للمواطن الفلسطيني. طبعا في عندنا في كل محافظه احنا عاملين اسمها لجنه حمايه اللجنه الصحيه مشتركه بين كل الوزارات برئاسه المحافظه في كل محافظه، فاحنا بنقوم في هاي الجوله التفتيشيه دوريه يوميه بهاي الوزارات الثلاثه اللي ذكرتها، وزاره الاقتصاد الوطني، وزاره الصحه، وزاره الزراعه، كلهم حسب اختصاصهم. مثلا وزاره الزراعه بتقوم على اللحوم الطازجه، وزاره الاقتصاد الوطني للاسعار وحمايه المستهلك الفلسطيني، وزاره الصحه للتاكد من انه الماده الغذائيه امنه وسليمه صحيا، وسحب عينات وارسالها الى المختبرات المركزيه لوزاره الصحه. نعم. خلينا طبعا شكرا جزيلا لحضرتك استاذ نادر ومدير دائره الصحه البيئيه في وزاره الصحه، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا نستكمل واياكم في محطات فلسطين هذا الصباح، نذهب الى جنين. سلام. نعم ريما، الى السوق في جنين، ورمضان يتميز بالاسواق. نعم. في كافه المحافظات، اما اليوم فزميله سهير حناحن تصحبنا في هذه الجوله، نتابع معا. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل الخير والمحبة، وأوقاتكم زملائي في الاستوديو، وبحلول شهر رمضان المبارك كل عام وأنتم